يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن والدي مقصر في عبادة الله، حيث يعمل عملا شاقا ثقيلا فيترك الصلاة بالكلية بسبب هذا العمل الثقيل، وبعدما ينتهي يصلي ويعود إلى الله، وقد نصحته كثيرا وقال أنا أعمل لأطعمكم والعمل عبادة، فدعوت الله له كثيرا ونصحته لكن لا ينتهي، فبماذا تنصحوني وفقكم الله؟ العبادة مقدمة على العمل، العبادة فرض على المسلم، يعبد الله بأداء ما أوجب عليه ويجتنب ما نهاه عنه، مقدمة على العمل الدنيوي، فلا يجوز له ذلك وليس له عذر في ذلك. نعم، ولو أنه توكل على الله وعبد الله لرزقه الله. نعم، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، والله جل وعلا قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. نعم.